منعطف جديد في مسار رجل فضل خيار المشاركة والعودة بحزب حركة مجتمع السلم إلى مضمار الرئاسيات. عبد العالي حسن شريف خامس رؤساء حمص ومرشحها لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، والذي تمت تزكيته بالإجماع ليكون ثاني المرشح تقدمه حركة مجتمع السلم للعبور إلى قصر المرادية. ولد في الفاتح من نوفمبر 1966 تعود أصول عائلته إلى منطقة مجرى بولاية المسيلة. انتسب إلى الحركة الكشفية في سنوات الثمانينات وناضل في الحركة الطلابية بجامعة المسيلة بين سنوات 1987 و1992. تحصل على شهادة مهندس دولة في الهندسة المدنية سنة 1992 بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، ثم شهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية سنة 2004 بالجامعة ذاتها. انخرط في المعترك السياسي والنضال الحزبي، فكلف ابتداء من سنة 1995 بعضوية المكتب الولائي لحركة مجتمع السلم بولاية المسيلة، ثم انتخب نائبا لرئيس المجلس الشعبي الولائي عن الحركة من سنة 2002 إلى سنة 2007، فنائبا في المجلس الشعبي الوطني بين سنتي 2007 و2012، وهي العهدة التي كلف فيها آنذاك بمنصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ليعود بعدها ويترأس المكتب الولائي للحركة بولاية المسيلة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2008 و2013. كلف بعد ذلك بملف التنظيم والرقمنة على مستوى المكتب الوطني للحركة من 2013 إلى غاية سنة 2023. عبد العالي حسن شريف شخصية تؤمن بالحوار كوسيلة لحل الأزمات، يشهد له بنهجه السياسي المعتدل حاملاً شعار فرصة لبرنامج انتخابي يعتزم الدخول به في السباق الرئاسي، برنامج يرى فيه فرصة للتأكيد على الثوابت والوصول لاقتصاد ورخاء وكرامة العيش وتثبيت القيم الاجتماعية والوصول إلى جزائر نامية، في استحقاق رئاسي ينتظر فيه الناخبون خطابات المترشحين وحججهم المقنعة. ويؤكد المتتبعون للمشهد السياسي في الجزائر أنه يعد بمنافسة قوية بين المترشحين.